يا عمي يا طبيعي كلب، يا زلمة، كلب وسخ طبيعي يا زلمة، يا كلب، حيوان يا زلمة، يا زلمة مش طبيعي. حيوان كلب، كنت موفق يا كلب، انزل لي يا كلب، مصروفك اجرتك لما علي 15 دلوقتي مرة، بتقول تتنمر عليا يا كلب، منك. تتنمر عليا يا كلب، انا اوريك دحين يا كلب، ايه ده؟ انت رجعت؟ تتنمر عليا يا كلب، انا اوريك انا دحين يا اسف، كلب. انا اسف جدا جدا. انت على وقت من فوق. ازاي؟ ازاي؟ اصلا عندي حاجه حلوه. اصل عارف ايه البلوك اللي انت حاططها هي اللي انقذتني. انا صح ولا لا؟ اتفرجت. بقى يا ايزي عمي بديك فرص، اديك فرص مال. يا عمي، ما تضحكنيش، ما بعرفش يا عم، ما تضحكنيش يا عم، ما بعرفش العب يا عم. سوي كلاتش الكلب، سوي كلاتش الكلب، حلو. أها ديم ديم كلاس الجامد ديم. يعني هذا الكلب ده بص كده، تعال. أحسن ما أنت يا كهوتي اسطى انت ما تبت، يا اسطى ما تبت، ما تبت يا ولدي. أنا كنت بديك فرصة، أنت حمار. مال. أنت لوب لوب لوب، لعبة خايس. تدري إيش معنى خايس؟ طب What أنا the fuck؟ ضربتك. إيه ده؟ إيه ده؟ أنا حي؟ أنا مستني أترفس. لا بأمانة، لا ألو، إيه ده؟ ما تتضرب من الآن. يا عمي إيه ده؟ إيه يا عمي؟ إيه ده؟ أنت هنا؟ موت أصلا، عندها حلوة. أكيد أكيد أكيد، والله لا ايه أخش فيه. ده؟ ايزي 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 ايزي، يعني انا هيلتون بيتعلم مني، انا اللي كمان. علمته. طب انا دلوقتي انتحرت وضربتك، ليه بقى ما متش؟ فهموني، عشان انا اكثر من كده. ما كسر، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده ادخل بوكسينج، ادخل بوكسينج، انت قلت يعني تعرف تلعب بوكسينج صح؟ ادخل بوكسينج. انا منو بوكسينج، مش ما اعرف العب بوكسينج انا. بس انا بعرف، انا ما بلعبهاش اصلا. طب كيف تقول لي؟ تبا لك، تعال. طب نورمال نورمال نورمال. ايوه اوكي تمام. لا مش نورمال خلاص. ايه ده؟ ده بتروح فين؟ عم بيتي امك. طلع دراجون بول، الو. دي هفوز عليك فيها ايزي هتفوز عليها، يلا نجرب. على فكرة. كل الأيام اللي فاتت كنت بديك فرص. امان مشكلة، ايمي في الروت صاير ضايع مرة. شايف شايف، مشكلتي ان انا بدي لك فرص. شايف انت فرصة الجيم ده والجيم اللي بعده والجيم اللي هيجي وكله، يب يب. بديك فرص، بديك فرص مش طبيعية. بس ايه، هاي هاي. نفسي تموت، نفسي نفسي اجيب كله. اعتاد طرب اللي فهم بدا. ايه ما في الحفلة اللي سويتها. تخفي الحفرة يا نو. بس غير رد. ايه ده؟ يا دين امي كلها، يا لهوي من بيتي معرق يا زلمة. ايدي بس، ايدي بس. ايزي. انا فاكر عملت بلوك ايده. مشكلتي ان انا بدي لك فرصه، انت عارف؟ وش دي؟ باركور؟ لا ما احبها، الله يخليك. عارف لو فزت عليا في الباركور تعمل ايه؟ انا ودي. الله يعافيك، الله يعافيك. اوريك اللعبه اللي انا عمري ما خسرت فيها في حياتي يلا. دي. بص بص، دي مستحيل اخسر فيها، وانا ايمي بالاندر بيت. ايه؟
انت متخيل؟ اضرب يا نوب، اضرب بس بس. ايه ده؟ طلع من الارض؟ ايه ده؟ طلعت من الارض ازاي؟ الو؟ حاجة جميلة. بس يا نوب، بس انتحر. لعبك البين دي والاكس دي انت عمرك ما فزت عليا فيها، عمرك أمال. عمرك ما فزت عليا، انت اصلا ما تعرفش تعمل فوق ده. بص بص بتاعك اهو. كم ما كملت البنيتين يا ابني؟ كنت بديك فرصة، كنت بديك فرصة. نور نور تعمل ايه؟ يا اخي بقى ما انا مش عارف اقول لك ايه يعني، من كتر انوابك انا ما بقتش أنوابك أنوابك يا اخي. أنوابك كل جيم يا افوز، أخي، أنت ما تبت من بدورز، ما تبت ما تبت. كل جيم افوز. أما شايف شايف كل جيم افوز، ده احد الاجيال برضو اللي هتفوز يا ابني. والله العظيم بس حركات الميستا دي يا عم. طب بأمانة عملت بلوك ان يا عم، بأمانة عملت بلوك ان، اسرع بلوك ان. انا فاكر ان انا وقعت، انا فاكر ان انا وقعت، انا فاكر. لا بأمانة لطفك بعد اذنك. ايوه احمل بيت. ايوه يا هبل يا هبل. انت اللي تفكر فيها دي. انا ازاي؟ امتى؟ ابوك بيقول لك بتريكس والله عبد الله، انت لا تبقى. عارف يعني ايه تبقى؟ ايه ده؟ انت لو بتضربني بالكيبي ستيك، ايه ده؟ نوك باك مليار ده ولا ايه؟ نوك. شايف شايف؟ اقعد اضرب فيه السنه كلها، ياجي يضربني ضربه الاقي نفسي في اخر العالم. سومو، شايف دي اللعبة اللي أنا أوسخ أخش لعبة، فيها؟ أوسخ لعبة. ما لقيتش اتنفس. ليه تدخل فيا؟ دي حبيبتي، دي اللعبة الوحيدة اللي أنا فزت فيها. وات؟ ايزي لا ايزي 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 ايزي. أم حظك، أقسم بالله أمك دعيها لك، أمك دعيها لك أنت، انا حالك مش عارفين. أمك دعيها لك يا أسطى. لا بأمانة ابدا. ايه ده؟ لا ازاي؟ جيت ورايا ازاي؟ انت كنت قدامي. لا يا عم حرام يا عم، انا ما صدقت ما كسرت البيت يعني. طب ازاي دلوقتي يا ضابطة؟ ما بتحسش؟ اللعبة دي انت فزت عليه مرة. الله يا حبيبي، هذه انت اسطورة. طب ما انت انتحرت. هي دي المرة اللي أنا بفوز فيها دايما يا أخي. حرام يا أخي حرام. ليه ليه؟ إيدي بس إيدي نفس بس اللعبة، إيدي بس إيدي. نفس اللعبة يا اسطى، نفس اللعبة يا اسطى. بس أنت جنوب، كيف تفوز علي نهائي؟ يا ابني مش لاطة يا ابني. ما تقول انا حطيت نفس الحفرة.